يسعدنا نلتقي بيكم النهاردة مع إعلان الدورة الثانية لجائزة أحمد فؤاد نجم الشعر العامية المصرية. السنة اللي فاتت انطلقت الجائزة بمبادرة من المهندس نجيب ساويرس، وزي ما يعني اتفقنا دايما ان الجائزة مرتبطة في إعلانها وفتح باب التقدم ليها، وإعلان الجائزة بمناسبتين مرتبطين بشاعرنا الكبير أحمد فؤاد نجم، ميلاده وذكرى وفاته. الدورة اللي فاتت اتقدم ليها عدد كبير من الأعمال وأعلنت نتيجتها في ديسمبر 2014 في ذكرى وفاة نجم. والجائزة بيكون في 5 فائزين في الشورت ليست، وجائزة أولى بيحصل عليها الفائز الأول من القائمة القصيرة. السنة دي بنعلن النهاردة فتح باب التقدم للجائزة اللي هيبدأ في مايو القادم، في 21 مايو هنبدأ يوم مختلف يعني عن ذكرى ميلاد نجم لأنه هيوافق يوم جمعة، فهنبدأ تلقي الأعمال من 21 مايو ل 22 يوليا. وفي لجنة تحكيم جديدة يعني زي قاعدة لائحة الجائزة، إن كل سنة في لجنة تحكيم بيعلن أسماء لجنة التحكيم مع إعلان الجائزة. الجائزة بتقدم ليها الدواوين في شعر العامية المصرية اللي صدرت خلال العامين الماضيين 2013 و2014، وبشرط ان يكون المتقدم سنه لم يتجاوز 40 سنة وقت التقدم للجائزة. ويعني مرة تانية بنرحب بيكم، وكلمة للمهندس نجيب ساويرس. شاكر حضراتكم. يعني احنا محتاجين طبعا من حضراتكم حاجتين. الحاجة الاولى انه نوصل بالدعاية للجائزة للمحافظات. يعني انا اعتقد ان ناس كتير ممكن دلوقتي نتيجة ارتفاع سعر الجرايد يمكن، او حتى ناس ما بتتابعش او التلفزيون بانتظام، ناس كتير السنة اللي فاتت قالوا لي ان هم ما سمعوش عن الجائزة، ودي مشكلة كبيرة جدا. يعني فعلا احنا هنعمل كل جهودنا السنة دي نزود الدعاية، لكن هو ده دور الاعلام، عشان كده احنا يعني بنفكر في مؤتمر صحفي زي ده. يعني فعلا وصول الفكره دي الى كل انحاء القاهره وهي كبيره جدا، وبعدين الاقاليم ده مهم جدا، عشان فعلا زي ما قال الدكتور عماد، هي كانت العدد كان السنه اللي فاتت كويس، لكن انا الحقيقه بالنسبه لي كان اقل من المتوقع، لانه هي روح مصر دي هي الشعر. يعني كان انا تهالي زمان ما كانش في واحد فينا ما حسش انه شاعر في وقت من الاوقات. فيعني موضوع الشعر ده موضوع يعني في مصر جزء جوهري من ثقافه الناس، حتى الناس البسيطه تلاقيها بتردد شعر، وخاصه الشعر العامي. يعني فانا الحقيقه يعني اطلب منكم التعاون ان احنا الموضوع ده يبقى يعني اكثر وصولا للناس على الاقل في الشهرين دول اللي لغايه قفل باب القبول. الحاجة التانية اللي انا يهمني برضو ان انا اكد عليها، انه فعلا يعني دور المؤسسات زي مؤسسة نجيب ساويرس، دور لازم يتسع جدا لتبني فكرة الثقافة كلها. يعني احنا عندنا مشكلة في اهتمام الدولة بالثقافة بصراحة، وده واضح جدا. فبرضو عايزين نشتغل على فكرة انه يبقى فيه يعني ثقافة مسؤولية مجتمع، وده اللي بيعمله باصرار وباستمراريه مهمه جدا اللي بيعملها المهندس نجيب ساويرس. عايزين مؤسسات اخرى، لانه مش هيفضل طول الوقت ما فيش غير مؤسسه نجيب ساويرس هي المهتمه بالثقافه، وهي اللي معتبره ان الثقافه جزء من حركه تنميه المجتمع، وهي اللي معتبرها صناعه ثقيله. يعني ده برضو دور مشترك ما بين مؤسسه زي مؤسسه نجيب ساويرس وما بين الاعلام. فدول الحاجتين انا عايز اكد عليهم، استمرار الجائزة بهذا النظام. وطبعا بشكر الاستاذة منى وبقية الناس القائمين على الجائزة بدرجة الهدوء الشديد جدا والانتظام والاحترافية اللي بتدار بيها تقاليد هذه الجائزة،
وانه ندعو مؤسسات اخرى للمشاركه في اعمال ثقافيه مشابهه، ودوركم معانا في الدعايه والتاكيد على قيمه الجائزه ديت في جميع انحاء الوطن، لان انا فعلا نفسي ان العدد المتقدم السنه دي يبقى على الاقل 3 أو 4 اضعاف العدد بتاع السنه اللي فاتت.